نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالقليوبية حملة للتبرع بالدم تضامنا مع الشعب الفلسطيني. يأتي هذا في إطار الحرص على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين، وتأتي الحملة امتدادا لدور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين. الإقبال بسم الله ما شاء الله، احنا يعني المواطن المصري يعني ما بيتأخرش، من أول ما بدأنا بادئين من الساعة 9 صباحا وفي إقبال شديد وإقبال من الشباب كمان، ودي حاجة نشيد بيها الشباب المصري. التحالف الوطني عمل حملة تبرع بالدم لإخواتنا اللي في غزة والتضامن مع إخواتنا اللي في غزة، ما شاء الله النهارده في اقبال كبير من السيدات ومن الشباب. الحمد لله احنا من اول ما بدانا اليوم الحمد لله الاقبال كويس من الناس. ان شاء الله الفتره الجايه هنعمل كذا حاجه، كذا حمله تانية، والحمله دي النهارده مش بس في ميدان المؤسسه، هي على مستوى ميدان الجمهوريه. في حاجه في جدول بنزل بيها، واحنا الحمد لله عملنا دعوه كويسه للحمله على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا. نازلين بالتنسيق مع التحالف الوطني حمله التبرع بالدم. الهدف طبعا من الحملة دي المساهمة بشكل رئيسي في إنقاذ الحالات، إنقاذ المرضى.